من اهم مشاكل العصر ادمان الانترنت، وده مش مدرك في قائمه الاضطرابات النفسيه. ايه ده؟ ايه الاكونت الغريب ده؟ دي بقى يا معلم نانسي، طلبه جديده جت معانا النهارده. ايه يا حمزه؟ انت بتبص على نانسي كده ليه؟ شكلها فيها حاجه غريبه. هو انت في ايه بينك وبين البنت دي؟ خرجت وخطبت مي مع ان احنا بنحب بعض ما احنا صغيرين. لا ده انت مخك ضرب بقى. انا ما عرفتيش غير من اسبوعين. تعرفي صاحبة الصورة دي؟ واضح ان زميلتكم نانسي امبارح اتقتلت او انتحرت، مش متأكدين لسه. وبصراحة انا مش قادر اقتنع ان اللي شفته في الفيديو ده كان مجرد انتحار، وخصوصا ان اكتشفت ان في طريقة موتها نوع من انواع الطقوس الشيطانيه، بيحرقوا في نفسهم ويتحولوا لاي حاجه تانيه، وبيحاولوا يؤذوا اي حد حاول يؤذيهم في يوم من الايام. انتوا مش حاسين ان في حاجه غريبه بتحصل؟ الناس رجعت الفريندز عندي تاني. دي ماتت. الفيديو ده متشير من عندي. خلصنا بقى من الاكونت المجنونه دي. افهم، نانسي ما كانتش موجوده اصلا. ممكن تسمي دي حاجه زي شيطان روح شبينك تتجسد في صورة أي شخص تاني.